اطلعت بالطبع على عديد الفقرات الهامة، شفت المسابقات أجمل الإبل، وهذا مهم كيف هي مجموعات تمر ولجنة التحكيم اللي تقرر بشأن هذه المجموعات. هذا يعكس بالطبع الثقافة الأصيلة لأصحاب المملكة العربية السعودية سكانها، كيف نثمن هذا المكسب، مكسب الإبل، أيضا إلى كيفية التركيز على السلالات وعلى الأيديان إلى غير ذلك، وهذا أعتقد مهم جدا في هذا البلد العزيز الذي يولي أهمية لهذه الثروة الحيوانية. تونس عريقة أيضا في أصالتها الثقافية من خلال تنظيم مهرجان دولي يسمى مهرجان الدولي بيدوز لسباق الإبل وجمال المهاري، ونفس الشيء بالنسبة للخيول. توجه بالشكر الجزيل لإدارة المهرجان على هذه الدعوة الكريمة.